مشاهدينا، ونتابع الآن بدء الموجة العاشرة من الاحتجاجات في فرنسا، حيث تشهد البلاد إضرابات عامة على مستوى البلاد. يأتي ذلك فيما حذر وزير الداخلية جيرال دارمانان أمس الاثنين من مخاطر حقيقية للغاية من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها، وسينتشر نحو 13,000 من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، سيكون أقل من نصفهم في باريس. ونتابع الآن لقطات مباشرة وحصرية لكاميرا القاهرة الإخبارية ترصد مشاركة شركة أندس للإصلاح الفني بشركة الكهرباء الفرنسية في تظاهرات ضد مشروع قانون التقاعد. Thank you.